تحت شعار الحسين نهج للتعايش بين الأديان، أقام مكتب المرجع الديني السيد الصرخي الحسني دام ظله في مدينة الناصرية مهرجانا شعبيا كبيرا لتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي والعوائل المتعففة. فقد جاءت دعوة المرجع السيد الصرخي دام ظله في هذه الفترة تأكيدا للنهج المحمدي الأصيل والنهج الحسيني في مواساة الفقراء والمتعففين وفي مواساة عوائل الحشد أو عوائل شهداء الحشد الشعبي في هذه المدينة. وهذه إن دلت على شيء إنما تدل على الاهتمام والرعاية البالغة من لدن المرجع السيد الصرخي بهذه الشرائح، لأنها شرائح ضحت وعانت ولا زالت تضحي ولا زالت تعاني. المهرجان الذي شهد حضورا بارزا لشخصيات دينية وعشائرية واجتماعية، ركزت فيه كلمات الحضور على ضرورة التعايش السلمي ونبذ الفكر التكفيري الإقصائي. كما شهد المهرجان قصائد شعرية لنخبة من الشعراء تخللها مشهد مسرحي يجسد إجرام دولة داعش التكفيرية الناتجة عن الفكر التيمي وضرورة التوحيد الصفي للقضاء على هذا السرطان الذي نخر جسد الأمة. عندما نتكلم عن المواقف التي أبرزها مكتب سماحة السيد حسني وبالخصوص المرجعية العراقية التي أبرزت العناوين الصادقة الصحيحة وأراد أن تبين ما هو منهج المعصوم، وبالخصوص المؤتمر الذي نعيشه الآن أراد أن يبين معنى الألفة والتآلف الذي أراد أن يبين الإمام الحسين في نهوضه وخروجه. الرعاية الأبوية هي ديدن مرجعية السيد الصرخي الحسني، حيث شملت رعايته جميع العراقيين من نازحين ومتعففين وأيتام وعوائل الشهداء، وهذا ما أكده ممثل عوائل الشهداء الذي أثنى في كلمته على تلك المبادرة من مرجعية السيد الصرخي الحسني. والله هذه مبادرة جدا عظيمة ومبادرة جدا لطيفة من سماحة المرجع الديني السيد الحسن الصرخي وأتباعه، وهذا المهرجان إن شاء الله إحياء لشعار الإمام الحسين وشعار الشهداء عامة بالعراق، والإحياء لشعار الحشد الشعبي إن شاء الله، ونصرة لكل المظلومين والمستضعفين في العالم وفي العراق خصوصا. وفي ختام المهرجان تم تكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي بمبالغ مالية لسد احتياجاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.